السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعزائي الطلاب، نبدأ بعون الله باستكمال بقية دروس مادة الرياضيات للصف الأول الثانوي مع الوحدة الثامنة الدائرة. تعريف الدائرة، نبدأ بتعريف الدائرة. الدائرة عبارة عن هي المحل الهندسي لنقطة تتحرك في مستوى بحيث تكون على بعد ثابت من نقطة ثابتة. يعني نشوفه على شكل أمامنا، هذه النقطة الثابتة هي عند مركز دال، النقطة الثابتة، والنقطة دال هي النقطة المتحركة. النقطة المتحركة لما تدور حول النقطة الثابتة في مسار معين ببعد ثابت تتكون عندي الدائرة. يبدأ هذه النقطة ثابتة هي مركز دائرة، والنقطة دال هي النقطة المتحركة تتحرك ببعد ثابت تكون الدائرة. عندي ملاحظة، البعد الثابت هو نصف قطر الدائرة. يعني البعد الثابت تكلمنا عنه اللي هي المسافة ما بين النقطة الثابتة اللي هي مركز دائرة والنقطة المتحركة يسمى نصف قطر الدائرة، ويرمز له بالرمز نق. بعض التعريفات الهامة، أول تعريف حنعرفه في الدائرة اللي هو الوتر، هو القطعة المستقيمة التي تصل بين أي نقطتين على محيط الدائرة وغير مار بالمركز. حنشوف على شكل أمامي، هذه قطعة مستقيمة تصل بين نقطتين على محيط الدائرة، النقطة ألف والنقطة باء، تصل على محيط الدائرة وغير مارة بالمركز. الشرط أن يكون غير مار بالمركز، لأن الخط المستقيم هذا لو مر بالمركز يسمى قطر الدائرة ولا يسمى وتر. يبدأ الوتر معناه هو الخط المستقيم المار بنقطتين على محيط الدائرة ولا يمر بمركزها. ملاحظة، الوتر يقسم الدائرة إلى قطعتين دائريتين، هذه يسمون فيها قطعة دائرية صغرى اللي فوق، ولتحت القطعة الدائرية الكبرى. رقم 2، أي جزء من محيط الدائرة يسمى قوس. يعني هذا كنا تو بنعرف قوس الدائرة من ضمن التعريفات، أي جزء من محيط الدائرة يسمى قوس. يعني لو جينا الجزء هذا نعتبره قوس، الجزء هذا قوس، أي جزء من محيط الدائرة يسمى قوس. بعدين بنعرف نصف قطر الدائرة، هو قطعة مستقيمة الواصلة بين مركز الدائرة وأي نقطة على محيط الدائرة. يبدأ هذا نصف القطر هو النقطة أو القطعة المستقيمة المارة بمركز الدائرة ونقطة على محيط الدائرة، يبدأ هذا يسمى نصف القطر. بعدين رقم 3، عندنا القطاع الدائري هو المساحة المحصورة بين نصفي قطرين لدائرة وقوس من دائرة. يبدأ القطاع الدائري هو القطع القطاع الدائري هو المساحة المحصورة، أي المساحة المحصورة ما بين نصفي قطرين في دائرة وقوس من دائرة. ملاحظة، يتكون قطاع دائري أصغر لام وقطاع دائري أكبر. يبدأ زي ما قلنا، يبدأ هذا القطاع الأصغر اللي هو لام والقطاع الأكبر اللي هو كاف.